أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 بخمسة مراكز، حيث جاءت في المركز 89 عالميا من بين 132 دولة مقارنة بالمركز 94 في عام 2021. وأشار المركز إلى أن مصر أحرزت تقدما بعشرين مركزا في ركيزة المخرجات الإبداعية، كما تقدمت بعشرة مراكز في ركيزة تطور السوق. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات، يتضمن أحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2022.